اكبر موازنه واكبر زياده واكبر زياده. يعني لما تيجي تقارنها يعني حاجه 30% زياده عن السنه اللي قبلها ما حصلتش. انا راجل اشتغلت مساعد اول وزير الصحه فتره. احنا حاطين 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات، محافظين على دعم رغيف العيش كما هو، ومحافظين على دعم السلع التموينيه كما هي، حطيناها 85 مليار جنيه عشان نستمر في دعم رغيف العيش كما هو ودعم السلع التموينيه كما هي.